السلام عليكم، مساء الخير. ما شاء الله، وصل اللامبورغيني الأوروس بيرفورمانتي 2023. تحديثات جدا كثيرة موجودة في السيارة، ابتداء من الخلفية والمقدمة والديفيوزر، بعض الأكسسوريز اللي موجودة. تخفيف الوزن أهم عامل في التغيير، في تقريبا 47 كيلو مخففة من بين الإكزوست، من بين أشياء كثير. وهذا الرقم أوكي ما هو كثير، ولكن بيأثر في الانطلاقات وفي الأرقام، لدرجة من 0 ل 100 اللامبورغيني البرفورمينتي الأوروس 3.3 سكند توب سبيد، سيارة SUV 310 كيلومتر في الساعة، أرقام جدا جميلة ورائعة. 8 سلندر 4 لتر، ناقل السرعة 8 سرعات، يعني ابتداء من الإكزوست أكرابوفيك. ليش؟ عشان الوزن فيه تقريبا 2.5 كيلو مخففة بسبب الإكزوست. الكربون إنيوير في كل مكان في السيارة، هنقول مصطلح كربون فايبر مرة كثير بسبب الوزن، لأنه عنصر يتحمل قدرة تحمل هائلة وبأخف وزن. شوف الكربون فين، في كل مكان، فتحات التهوية، العجلات والجنوط مقاس 23 إنش. هذه البرفورمينتي، شوف المقصورة الداخلية الخلفية، الكنتارة في كل مكان، الخياطات، اللون الأسود موجود في كامل المقصورة حاليا. شايفين الكنتارة مع الليذر، الشاشات، النقش الجميل اللي تعودناه في لامبورغيني، مراتب أوروس. هذه المقصورة الأمامية، هذا الستيرينج ويل، شوف الرنج الأحمر، صنع الإيطالي، الكربون في كل مكان، ما شاء الله تبارك الله. طبعا تلاحظوا هنا كان في ساند الرمال، الآن أصبح رالي في أنظمة القيادة، الاسترادا والسبورت والكورسا، زر التشغيل، وضعيات، الشاشة، ما شاء الله تبارك الله. هذه المقدمة، اختلاف المقدمة، التضليعات السداسية اللي كانت في الشبكة الداخلية اختفت، الفاصل اللي باللون الأسود ما كان موجود، كان متصل بالكامل، اللون اختلف بالكامل الآن. هذا التهوية من الكربون، الكربون فايبر موجود، ما شاء الله تبارك الله. اسمع صوت السيارة، ما شاء الله تبارك الله.